بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين <applause> اللهم صل على محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لا بد من ذكر أمرين قبل بيان هذه الآية المباركة الأمر الأول الأشياء بالنسبة إلى نتائجها أو بالنسبة إلى أمور أخرى قد يكون قوتها تكون قوتها في قوتها وقد تكون قوتها في ضعفها وقد تكو وقد يكون ضعفها في قوتها وقد يكون ضعفها في ضعفها. هذه الامور الاربعه نبينها باختصار. بعض الاشياء قوته في قوته. العلم هو في نفسه قوي. وهذا ال... وهذا القوه قوه وليس بضعف. عمود البيت. يجب ان يكون قويا وقوه العمود بقوته ولكن بعض الامور العظم في الانسان قوه العظم بقوه العظم مو قوه العظم بوهن العظم بعض الاشياء قوتها في ضعفها الطفل مثلا الله جعل الطفل ضعيفا وضعف الطفل قوة للطفل، إذا الطفل كان قوي ما كان يحتاج إلى من يحميه، ما كان يحتاج إلى من يكبره. الله جعل الغضروف مثلا في بدن الإنسان هذا الغضروف اللي بين العظام قوة الغضروف في ضعفه. إذا كان الغضروف قويا هو كان عظم. هل كان يمكن للانسان ان يتحرك ما كان يمكن ان يتحرك الله جعل قوه هذا الشيء في ضعفه قوه الايمان لدى الانسان بضعف دنياه يعني كلما ضعف دنيا الانسان قوي ايمانه اكو في الروايات المتعدده ان الدنيا والاخره ككفتي ميزان، ما يمكن واحد يكون في الدنيا قويا وفي الاخره قوي ايضا، كفتي ميزان كلما زيدت في كفه نقص من الكفه الاخرى، لذلك ورد عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله قائلا لابنته فاطمه الزهراء سلام الله عليها عندما راها تطحن بيدها وقد لبست ثوبا خشنا وترضع صغيرها قال لها تعجلي مراره الدنيا بحلاوه الاخره. في روايه اخرى ان شخصا اتى الى رسول الله صلى الله عليه واله اعرابي فساله رسول الله: هل بك الم في راسك؟ قال لا. ساله رسول الله: هل بك الم كذا؟ قال لا. فخرج الاعرابي قال رسول الله لاصحابه من اراد والعياذ بالله من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا اللي في الدنيا مو مبتلى اللي في الدنيا مو ضعيف هذا يعني ايمانه ضعيف في روايه اخرى ان الله لولا هو في حديث قدسي عن الله عز وجل انه لولا أني أستحي عبارة الحياء والاستحياء أستحي من عبدي المؤمن لسلبته الخرق التي يلبسها إن حتى خرقة يتوارى بها هذا سلبته منه لولا أنه يستحي من عبده في رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ينقلها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ان الله لا يستحي من ملك مقرب ولا من نبي مرسل لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه ما فوقه لا يستحي من اي شيء الا من فقر عبده المؤمن ويخاطبه الله عز وجل يقول هذا الفقر لتمحيصك امتحان لك البلاء والعذاب والمشاكل قد تكون لتمحيص الإنسان كما أنها قد تكون لبعض المحرمات الذي ارتكبها كما نذكره إن شاء الله إذا بعض الأمور قوتها في ضعفها قوة الدنيا في قوة الإيمان في ضعف دنيا الإنسان هذا مو معنى أنه واحد ليذهب لي خلف المال خلف الرفاه، لا لا من حرمه بل هي خاصه للمؤمنين دون الاخرين الطيبات خاصه للمؤمنين دون الاخرين ولكن المكاره التي تصيب المؤمنين يجب ان لا تزلزلهم عن العقيده تارة نشوف واحد شاب عنده مشكله الحمد لله انعم الله عليه بالايمان، انعم الله عليه بولايته أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام النعم الإلهية اللي وأن يعدها الإنسان لا يحصيها ولكنه سلبه أمرا لحكمة ومصلحة يجي ويشتاد على الله ولا سمح الله يتفوه ببعض الكلمات التي قد تخرجه من الإيمان ما يتحمل لا الله جعل الدنيا دار الامتحان والافتتان قوه الايمان في ضعف البدن قوه الايمان عندما يكون الانسان صائما لمن يصوم الانسان يضعف ولكن كما ذكرنا كفتي ميزان بعض الامور الاخرى مثلا او امثله اخرى واخفض جناحك للمؤمنين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قوة الابن ان يخفض جناح الرحمة من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير هذا تشبيه لطيف جدا في هذه الآية المباركة أنه يجب على الإنسان أن يكرم والديه كيف؟ تشبيه بصغير الطائر صغير الطائر عندما يأتي إليه أبوه أمه هكذا يرفرف جناحيه هذا يخفض جناحيه لهما للطعام طلبا للطعام. الله عز وجل يقول لوالديك اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، مو طلبا للدنيا، مو لمصلحه، لا للرحمه بهما. وبعد ذلك لا تتصور انك تقوم بامر عظيم، انا بدي اخدم والدي، والدتي. لا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة تدعو لهما يعني تخدمهما وتدعو لهما وتقول انه هذه الخدمه في الواقع مو شيء انا اقدمه لهم كما ربياني صغيرة انا يعني كنت صغير ربياني الان هم عجزة كبار يحتاجون الي التواضع قوه الايمان في تواضع الفرد امام من يجب ان يتواضع امامه بعض الامور ضعفها في ضعفها الشك واحد يكون في شك الشك هو ضعف وفيه ضعف ايضا واحد متردد ما يقدر يقرر بين عملين بين امرين بين الدنيا والاخره كما في قضيه الحر اخير نفسي بين الجنه والنار هذا ضعف وضعف ضعف بعض الأمور ضعفها في قوتها التهور التهور قوة ظاهرية ولكن في الواقع هذا ضعف هذا مو قوة الشاهد أن الإيمان قوة ولكن هذه القوة تكون في قبالها ضعف يعني قوة الإيمان أن يكون الإنسان أمام الله عز وجل خائفا ضعيفا السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تصلي حتى تورمت قدماها أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا البطل الضرغام كان يقف للصلاة في وسط الصلاة يغشى عليه من خوف الله عز وجل حتى يكون كالخشب اليابسة من خوف الله اهل البيت سلام الله عليهم هؤلاء امام الله كانوا لا يحس يحسبون انفسهم شيئا امام الله عز وجل على عظمتهم اللي لاجلهم خلق الله هذه الكواكب والدنيا والاخره كما في روايه ان الجنه خلقت من نور وجه فاطمه سلام الله عليها هكذا يجب ان يكون الانسان امام ربه ذليلا كما كان اهل البيت سلام الله عليهم ولنا برسول الله اسوه حسنه هذا الموضوع الاول الامر الثاني انه في البدن قوى ظاهره وقوى باطنه لهذه القوى الظاهره والباطنه ما يلائمها وما ينافرها القوى الظاهره القوه الباصره لها ما يلائمها النظر الى المناظر الخلابه الخضار الشلال لها ما ينافرها النظر الى الاماكن المخيفه الوسخه الامام الباقر عليه افضل الصلاه واسك السلام كان يبكي في لحظات الاحتضار قيل له أنت لماذا تبكي أنت اللي الجنة مخلوقة لأجلكم قال أبكي لهول المطلع أنت يمكن قاعد في مكان مرتاح بس تشوف أمامك دي يعذبون رجل هو هذا اللي تطلع عليه هو هذا يخاف له أبكي لهول المطلع أن العين تنظر إلى ما ينافرها ما لا يلائمها القوة الشامة في الإنسان قد تشم العطر والعطر لائم القوة الشامة أو رائحة نتنة الإنسان يشمئز من الرائحة النتنة هذه القوى الظاهرة كذلك القوى الباطنة الله جعل الشهوات في الإنسان هذه الشهوات لها ما يلائمها ولها ما ينافرها إذا واحد دخل إلى بيته فرأى أمرا استفز منه الشهوة الغضبية عنده ما الذي يلائمها أن يصرخ أن يضرب أن يفعل المحرمات هذا ما يلائم القوة الشهوية في الإنسان قوة الغضبية في الإنسان تمر أجنبية أو هو لا يوجد شخص هناك صور أفلام لا يجوز النظر إليها ماكو أحد اللي يحتاج يعني لحظة القوة تلك القوة الشهوية في الإنسان تريد النظر إلى ما يلائمها ولها ما ينافرها أيضا تلك القوة أنه واحد عندما يغضب يكظم غيظه هذا ينافر ال... إذا هو واحد سب الإنسان ما الذي يلائمه أن يرد السبب السب ولكن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال وعنك أغضي قال إياك أعني كان يسب الإمام الباقر سلام الله عليه الإمام قال وعنك أغضي أنا ما أستمع إليك الله عز وجل جعل القوة العاقلة في الإنسان لتأطير حدود الشهوات فيه عندما يمر الإنسان بفقر شديد بمشكلة كبيرة يفقد احد اعز اقربائه واصدقائه. هل يتمكن ان يضبط نفسه؟ ان يصبر؟ ان يرضى بما رضي الله له؟ هل يتمكن ام لا؟ القوى العاقله جعلها الله عز وجل في بدن الانسان لتأطير هذه الشهوات الشهوات، يجب على الانسان ان يغضب اين؟ في موقع الغضب. لله عز وجل يكون غضبه. وان لا يغضب يكظم غيظه، اين؟ في المواقع اللي امرنا الله عز وجل بكظم الغيظ. هذا هو الامر الثاني. اما الايه المباركه وليمحص وليمحص الله الذين امنوا. صنوف وانواع من البلاء من المشاكل تنزل على الإنسان المؤمن ما هي الحكمة من هذه المشاكل البلاء الفاقر المرض إما كفران للذنوب يصدر من العبد المؤمن ذنب الله يعجل له العقوبة في الدنيا في روايه ان اسماعيل ابن الامام الصادق سلام الله عليه، ما كان معصوم ما كان معصوم، الائمه هم المعصومون الانبياء معصومون ايضا، ولكن ابناء الائمه ليسوا بمعصومين ولكنه كان رجل كبير دخل الى اتى الامام الصادق شخص وقال اسماعيل اصيب بحمى شديده أصيب بحمى شديدة إسماعيل ابنك. الإمام قال لأحد أصحابه: روح للبيت شوف شنو صاير. إسأل إسماعيل: شنو سويت أنت اليوم اللي أصبت بهذه الحمى؟ هذا هم راح سأل إسماعيل يقول أبوك الإمام يقول أنه ما الذي فعلته؟ فسكت إسماعيل. بعدين سمع من من في الدار أن إسماعيل دخل إلى بيته كان له جارية هذه الجارية فعلت فعلا يمكن هسه محرما او ما يخالف مثلا اشياء فضربها اسماعيل يمكن ام كانت تستحق الضرب يمكن ولكن هذا الضرب كان اكثر من اللازم اللي وقعت على عتبه الباب فعقر وجهها كما في الروايه شج صار هسه في الوجه في الراس مو العقوبه هذه كانت هذا كان اكثر من العقوبه ان استحقت العقوبه اسماعيل خمو معصوم اذا قد يخرج الانسان عن طوره عليه ان يستغفر الله ان ارتكب ذنبا فاتى الى الامام الصادق وقال له القضيه الامام الصادق قال الحمد لله الذي عجل عقوبه ابنائنا في دار الدنيا هذه الحمى الحمى اللي اصابها اسماعيل لاجل هذا الذنب الذي ارتكبه فطلب الجاريه وقال لها عن اسماعيل النتيجه اجعليه في حل ارضي عن اسماعيل واعطاها وهبها شيئا فقالت جعلته في حل قال لذلك الرجل ارجع الى اسماعيل فرجع اليه وشاف ان وراى ان الحمى قد ارتفعت منه. بعض الاحيان يرتكب الانسان الذنب اللي يصاب الانسان من مصيبه فبما كسبت ايديهم كما في الايه المباركه هو الانسان يعمل ذنبا يصاب بمصيبه سلطان ظالم مشكله عائليه هو الانسان اكثر حالات الطلاق من الذنب العائل اللي يرتكبه الانسان لا يراعي حقوق الزوجه وهي لا تراعي حقوقه. تشوف الرجل يطلق يتصور انه ارتاح واذا به اول المشاكل والمراه بعد الطلاق تتصور انها ارتاحت واذا بها تقع في مشاكل اكثر. هو الانسان الذي يحفر البئر الذي يقع فيها بيده اذا الله عز وجل يعجل العقوبه في دار الدنيا لعبيده المؤمنين. حتى يرحمهم في الاخره بعد هنا نعاقبه كما في روايه اخرى ان الله عز وجل يعاقب عبده في دار الدنيا بالفقر، بالمرض، افتتانات متعدده حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم هذا سنه الحياه ان لم يعاقب في هذه الدار فيعاقب لحظه الاحتضار لم يعاقب في لحظة الاحتضار فيعاقب في البرزخ، حتى في الآخرة بعد هذا يدخل الجنة بما انه محب لعلي بن ابي طالب ومن المؤمنين ومن شيعة امير المؤمنين عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اذا هذا الأمر الأول العقوبة لأجل الذنوب التي يرتكبها الإنسان. الأمر الثاني لرفع الدرجات الله عز وجل كما في الروايه ما اوذي نبي مثل ما اوذيت رسول الله. في روايه اخرى ان الذين يصابون بالمحن والافتتانات هم الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. ان الله اذا احب مؤمنا عبدا غته بالبلاء غته. هذا علامه حب الله عز وجل. في روايه انه لولا أن المؤمن يخرج عن الإيمان لجعلته كما في الآية المباركة أيضا وفي الروايات المتعددة بيوت الكفار من ذهب شخص مسافر ذهبت إلى منطقة عندكم غرفة صغيرة استيجار تبنون في هاي الغرفة تصبغون الغرفة وتبنون وتعملون لراحتكم في تلك الغرفة اللي قد تعيشون فيها 24 ساعة أو أقل لا واحد يدري هنا مسافر يريد يعبر يرجع إلى بلده ما يعمر مكان اللي هو فيه بصورة مؤقتة جدا بالنسبة إلى الله عز وجل الدنيا والآخرة هكذا يقول في الدنيا يمتحن يعذب حتى يرتاح في الآخرة تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم هناك إذن توازن مشاكل هنا وراحة هناك لارتفاع الدرجات في بعض الروايات هذه الرواية لطيفة يونس بن يعقوب ينقل عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ملعون كل مؤمن لا يصاب كل أربعين يوما يونس استغرب قال ملعون الإمام قال ملعون مرة ثانية قال ملعون مو معقول يعني شنو ملعون المؤمن اللي لا يصاب كل أربعين يوم الإمام على سلام الله عليه قال ملعون فلما رأى قد عظم علي ذلك يونس يقول قال الإمام إن المؤمن أكرم على الله من أن يمر عليه أربعون يوما لا يمحصه فيها من ذنوبه تمحيص ولو بغم لا يدري ما وجهه. بعض الاحيان الانسان يغتم ما يدري سبب الغم. في عصر الجمعه يرى الانسان نفسه مغتما لفراق المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. كثير من الاحيان الواحد ما يدري انه شنو سبب الغم. بعد ذلك الامام يقول حتى هكذا غم عده دنانير يحسبها يشوفها ناقصه. يغتم ياخذ الغم. ليش دنانيري ناقصه اموالي قلت مره ثانيه يعيد الحساب فيراها تامه كامله هل مقدار من الغم يجعل الله عز وجل في قلبه لتمحيص الذنوب او لرفع الدرجات فواحد لازم يستقبل المشاكل ليش لانه يعلم بانه على ولايه امير المؤمنين فيكون من شيعته ان شاء الله وهذا اما لتمحيص الذنوب واما لرفع الدرجات واحد لازم يرضى حقيقة حالة الصبر والرضا حالة الصبر واحد يصبر على المصيبة التي نزلت عليه حالة الرضا أهم من حالة الصبر تدل على رفعة في العقل واللب لمن يشوف مصيبة يرضى بما رضي الله له لأنه يعلم بأن الله عز وجل لم ينزل هذه المصيبة إلا لمصلحة الإنسان يفقد عزيزا يخسر مالا يبتلى بالسج وما الى ذلك يحمد الله على هذه النعمه نعمه لماذا لان الله اعد له مقابل هذه النعمه في الاخره الاجر الجزيل والثواب العظيم لذلك ورد عن امير المؤمنين سلام الله عليه ان البلاء اسرع الى شيعتنا من السيل الى قرار الوادي السيل المنين. ينزل الى الوادي ثواني من فوق الجبل الى الوادي يصل السيل البلاء اسرع الى شيعتنا الله عز وجل قطعا قال ادعوني استجب لكم لا شك في ذلك واحد يبتلى بالمشاكل يدعو الله عز وجل بعض الاحيان ترى يقول انا ايش قد دعيت والله ما استجاب الله ما يخلف وعده ويخلف وعده فكيف يقول أدعوني أستجب لكم في هذه الرواية الإمام يقول السبب الإمام الباقر يقول إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا فإذا دعاه يا رب ابتليت أنقذني من هذه المشكلة ماذا يقول الله عز وجل يجيبه لبيك عبدي لبيك نروح للحج نقول لبيك اللهم لبيك، هنا عندما يبتلى المؤمن ويدعو الله عز وجل، الله يخاطبه لبيك عبدي لبيك. لإن عجلت ما سألت، انت سألت حاجتك، اذا اعطيتك الحاجه الان اني على ذلك لقادر، مو قضيه صعبه على الله الدنيا كل هذا الخلق لا شيء. أمام عظمة الله. إني على ذلك لقادر، كن فيكون ولئن أخرت فما ادخرت لك عندي خير لك. الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، استجاب لي عندما قال لبيك عبدي لبيك. استجاب. أنا دعوتهم هو هم استجاب، قال نعم لبيك ولكن لئن أخرت يعني إلى دار الآخرة. الان ما اعطيك حاجتك سمعت صوتك وقلت لك لبيك ما اعطيت ما اعطيك حاجتك فما ادخرت لك عندي خير لك اللي ادخرته خير لك رسول الله صلى الله عليه واله ابتلي بالحمى الحراره من على الغطاء اللي كان على رسول الله الحراره كانت ظاهره الامام الصادق عليه افضل الصلاه وازكى السلام ابتلي بمرض ثلاث سنين طول هذا المرض موجود الروايه في الوسائل ثلاث سنين الثلاث سنين مصاب بالحمى يعني أثروا هذا المرض. أحد اثر هذا المرض احد اثار هذا المرض الحمى حتى الامام ذهب الى الحج فطيف به يعني شالوه على خشبة على شيء وطوفوا الإمام الصادق ما كان يقدر يمشي ثلاث سنين مثل الإمام الصادق سلام الله عليه يبتلى طبيعي وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين اما الكافر فلا يهتم به الله عز وجل بعض الاحيان المنافق يدعو كما في الروايه الله راسا يقول اعطوه حاجته ما اريد اسمع له اما هذا المؤمن فالله يحب ان يستمع اليه الانسان عندما يكبر يضعف ولكن في هذا الضعف قوه يذكر الله عز وجل يرجع الى صوابه يتوب الى الله عز وجل لذلك الله عز وجل عندما يلاحظ الانسان يرى انه احاطت رحمته به من كل الجهات الانسان يرى نفسه مغمورا بالرحمه الالهيه إن كان في نعمة وإن كان في مشكلة كلها رحمة إلهية يجب على الإنسان أن يرضى إذا وصل الإنسان إذا إلى هذه المرتبة اكو في رواية أن الله عز وجل في يوم القيامة يقول أين الفقراء من المؤمنين في الدنيا فيقوم عنق من الناس يقول أنتم اللي صبرتم في الدنيا وكنتم في بلاء ادخلوا الجنة من غير حساب ولا ميزان تقام الموازين وتاتي بصحف اعمال الانسان بس هذول اللي عندهم مشكله لسه في هاي الروايه مشكله الفقر يمكن تكون عام من اي واحد اللي مبتلى في الدنيا يدخل الجنه بغير حساب في الدنيا تعذبت بعد الاخره ما اعذبك اسال الله عز وجل ان يوفقنا لنصل الى مرحله الصبر بل لنصل الى مرحله الرضا ان شاء الله تقبل الله اعمالكم وبارك الله في جهودكم ان شاء الله زيارات مقبوله وادعيه مستجابه وان شاء الله ترجعون الى بلادكم بالرحمه الالهيه وبرضايه السيده فاطمه المعصومه والامام الرضا سالمين غانمين ببركه الصلاه على محمد وآله الطاهرين